الدولة. إذا مكننا الله يسلمك في اللجنة من القيام بهذه الأعمال ستسترد ما هو أكثر من 30 مليار. بس من اللي قال لك السؤال بس؟ لا. أوكي طيب. هلا حبيبي الله. ليس هناك من ضمانة ما لم تقدم تشريعات تضمن سلامة العملية الانتخابية، وهذه لا تتم إلا بعد الانتخاب وتقديم مثل هذه القوانين، لأن هذا من شأن المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية قد تتخذ قرارا لأي سبب من الأسباب يعني. هلا حياك الله أبوي. أي نعم 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 نعم. اولا هذه المساله توجه لوزاره الداخليه وتوجه للحكومه كامله. ما هو المبرر الذي يستدعي الاستعجال في سحب صناديق بعد ان قامت المحكمه الدستوريه بابطال هذا المجلس، وبالتالي لا تسري على هذه الصناديق المعايير الخاصه بصناديق الاقتراع باعتبار انها ليست صناديق اقتراع؟ ولذلك انا في اعتقادي بان هذه المساله شبهه تكاد تصل إلى درجة الاعتراف، ومع ذلك هذه الأمور يجب أن لا تمر مرور الكرام. المسألة ليست فقط في المحاسبة أو في تجريم هذا السلوك، لكن في وضع معايير تضمن سلامة العملية الانتخابية في المستقبل حتى لا تستمر هذه الممارسات. تفضل يا أدم. أنا ما أبي أقول الرسائل اللي بقولها في الندوة، لأني أعتقد أن يعني هذه الندوة ستضع كثيرا من التصورات على الأقل من جانبي. ومع ذلك أنا أعلم تماما أن ظروف هذه الانتخابات أتت بعد فترة قصيرة جدا من انتخابات أخرى، والناس تشعر بحالة ملل وحالة إحباط، لكن الإبقاء على شكل المؤسسات بشكلها الحالي هو صورة من صور حماية المجتمع والإبقاء على ما تبقى من قواعد النظام الدستوري. بوضع معايير صارمة للعملية الانتخابية، هذا يتلافى قدر كبير من إمكانية إبطال المجلس. الأمر الآخر أنه لو نظرنا إلى يعني سبب الإبطال في المرة السابقة، الناس ليسوا معنيين في هذه المسألة، كما أنهم ليسوا معنيين في الحل. الحل هذا صلاحية مقررة لرئيس الوزراء ومصادقة الأمير على هذا الحل لأنه يصدر بمرسوم، لكن هل كان الناس طرفا؟ بعدين لما رئيس الوزراء يقول مثلا الظروف الإقليمية، أليس من حقك كمواطن أنك تعرف ما هي هذه الظروف وما هي الاستعدادات لمواجهة هذه الظروف، عشان باشر بعد ما يقول الظروف الدولية ولا الظروف الاقتصادية يبلغنا ما هي الظروف التي أدت إلى إبطال المجلس وما هو أثر الإبطال على هذه الظروف؟ يعني إذا حلينا المجلس هل سيتلافى الظروف الدولية التي يدعيها بهذا المرسوم؟ فهذه المسائل يجب أن توجه الحكومة. يعني أنا شايف أن يعني قبل يومين وأنا أستمع لما يدور في يعني هالغرفة أن الانتقادات والأسئلة موجهة للمرشحين والنواب السابقين، لكن ما حد طرح تساؤلات على الحكومة، ما حد سأل رئيس الوزراء يعني عن سبب الحل، ما حد سأل رئيس الوزراء أنه قد تسبب في الإبطال السابق، ما حد سأل رئيس الوزراء ما هي الإجراءات التي سيتخذها، ما حد سأل الحكومة الآن في منع طبعا تلفزيون المجلس، وهذا إجراء لن نوافق عليه وسيكون لنا موقف من هذه المسألة. يعني ما هي الدواعي أن تمنع جهة رسمية من تصوير نتائج الانتخاب؟ فمثل هذه الأدوات التي استخدمت في المرة السابقة لن تتكرر.